الو وقتاش؟ الحكاية صارت عندها ثلاثة أربع شهور تالي. تم الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي. أنا كنت نخدم في القسم، كلموني برافي معنا بشوف مريض في الاستعجالي. كيف طلعت نلقى اليوجونس معبية برشا، لي باسيون هايجين والسال معنا دي زيرجونس معبين بلي بارون تاع المرضى أكثر من المرضى. أنا من المرضى خمسة ستة مرضى ماكسيموم، هي صار في قرابة 20 مواطن. كيف صارت الحكاية بالضبط؟ الحكاية هذه كونه المرافق المديد حب يعمل يقوم بالتغريب باللي بوان سيتور اللي هي مش حالة استعجالية بارابور الموجود المرضى اللي قاعدين يستناو، وما ساعدوش كونه يقعد يستنى. طلب مني باش نقوم هذه بالمعنى بالسيتور، انا مش خدمتي. هو بليس ينجم يقعد يصبر شوية، معنا أربع ساعة أربع دراج مش تبدل حاجة كبيرة. من كلمة لكلمة وصل معنا كونه من الأول بالسبان وبعد بيده في وجهي ضرب. هم كانوا حاذين ليزانفيرمي بعض السوجيكات، هم اللي قاموا معنا وقفوا عند حد نجم تقول. وعلاش حاجة كيما هكا تصير حسب رأيك؟ حاجة كيما هكا تصير، أولا لي بارون المرافقين نتاع المرضى، يجي مريض مع أربعة وخمسة من الناس، أغلبية المرافقين سكارة، قليل شكون فيهم يبدا فايق، والناس الكل تحب في ساعة يحب يدخل من الباب يشوف الطبيب يصور يعمل غرز ولا ياخذ دواء ويروح، ما يحبش يقعد يستنى ربع ساعة نص ساعة. ثم تحاليل برفا تقعد ساعة ونص ساعتين، بالنسبة لي هو التنظيم ما يحبش يقعد ساعتين، يحب يقعد هالسوايع، يحب يوصل يقضي أموره ويروح. هذا سبب له. السبب الثاني ما ثماش أعوان أمن، ثماش شرطة، ما ثماش ليسوجيكات، ومش قاعدين ينظموا المرضى. ولا ما نحكيش على المريض، نحكي على المرافقين نتاع المريض. انا اغلب الاحيان حوادث العنف تصير مع المرافقين، والاشكاليات تصير مع المرافقين مش مع المريض. داخلين خارجين، البيبان كل محلوله، ما ثماش سوجيكات ينظم يدخل يخرج المرضى، ما ثماش انفيريمي باش يقوم بسوان البونسمون باغ اكزومبل، يستحق بونسمون يروح يقعد المريض شوي. مي اهم حاجه هو مثلا شكون اللي ينظم ليرجونس الداخل، يعني ينظم شكون يدخل وشكون يخرج. هذه اهم الاسباب. داكورد، ميرسي.